مرحبا بكم مستمعي اذاعه لو دي جي راديو ومشاهدي قناه لو دي جي تيفي. فقره تيكويك، الفقره اللي كرافقكم من خلالها انا عايشه بوسكين في اطلاله في اخر مواقع في لي نوفيل تكنولوجي هاي تك اي ديجيتال، باش هكذا ترجع حياتكم اليوميه اذكى واسهل. لن تحتاجوا مستمعين بعد اليوم عند الذهاب لمحلات العطور حاملين حبات القهوة وأقراص الصداع. من الآن فصاعدا لن تحتاروا في اختيار العطر الأنسب لكم والذي يحمل رائحة فريدة لا تتشابه مع غيرها. لعلكم تتساءلون الآن كيف يمكن ذلك؟ الذكاء الصناعي يجيبكم بنعم، فقد أصبح بإمكانه مساعدتكم في اختيار وتصميم العطر المفضل لكم حسب شخصية كل منكم وخواصه الكيميائية المميزة. جميلة هي التكنولوجيا ومفاجآتها، ليس كذلك؟ دعونا نتعرف عليها. للعطر معنا باع طويل يمتزج بتاريخ البشرية وحضاراتها، فهل تقبل أن يفتش الذكاء الصناعي عن عطرك الخاص في أرجاء نفسك؟ فيليرا نظام ذكي من اختراع شركة IBM، يستخدم خوارزميات متقدمة لفحص وتحليل مئات الآلاف من المواد الخام والصياغ العطرية بهدف ابتكار روائح مميزة ابتداء من العناية المنزلية إلى العطور والمستحضرات التجميلية. يتعامل نظام فيليرا مع الروائح كبيانات عن عائلات مختلفة من الصياغ الكيميائية والمعلومات التاريخية تفيد بمدى نجاحها واتساقها مع الشخصيات المختلفة للبشر. من هذه البيانات يستنتج نظام فيليرا مجموعة جديدة من التركيبات العطرية يمكن تحديدها حسب الفئة العمرية والاجتماعية في كل بلد، بل وحسب الصفات السلوكية لكل شخصية على حدة. شركة سانترونيكس كوربوريشن من الشركات التي دخلت مجال العطور الذكية كذلك، وذلك من خلال منصة Algorithmic Perfumery التي يمكن للمستخدمين من خلالها إنشاء عطورهم الخاصة حسب نتائج اختباراتهم الشخصية. ينتج الذكاء الصناعي لهم عددا من العطور المختلفة أمام أعينهم. وما يميز العطور الذكية عن شبيهاتها التقليدية هو أن العطور التقليدية تصنع عادة من مواد كيميائية صناعية ملوثة للبيئة، وهذا ما يفسر الصداع الذي قد يصيبكم عند استنشاق عطور كثيرة، عكس العطور الخوارزمية التي تستخدم مواد صديقة للبيئة. فماذا ستكون يا ترى صيحة عطور 2023؟ هل ستعتمد على العطور التقليدية أم على العطور الخوارزمية؟ بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة تيكويك. نضرب لكم موعد لا سيمين بروشان هاتشي كاملة على تيريداتكم الرقمية لو دي جي راديو وكذلك على قناتكم لو دي جي تيفي.